التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد مع استمراريه انطلاقات اشواط هذا الصباح، شواط الحقائق في ارضيه ميدان سيف العرب احد الافرع التابعه لميدان المرموم. نسير مع انطلاقه شوطنا الرابع عشر الخاص بفئه الجعدان، نتابع الصداره والمقدمه والمركز الاول، وهنا نشوان سلطان بن حميد بن سلطان بالكديده اللي يحتل المقدمه والبدايه، بينما نغلتنا الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني جوال مبارك بن سلطان الرفيسه الاكتبيه يتقدم على ثاني المر مراكز، بينما نقلتنا الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث هنا الصاعد علي بن عبيد بن سالم الخيلي مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز شاهين سعيد بن ناصر بن احمد الدرعي يتقدم على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز في المركز الخامس اشوف الوصول من ايضا مغادر يتقدم بشعر عيسى بن عبد الله بن يميع مع المركز الخامس. هذه هي النتيجه مشاهدينا الاعزاء، مراكزنا الخمسه المراكز الاولى، بينما اسامي وشعارات قادمه في هذا الاندفاع. عوده من جديد الى الصداره، عوده الى المقدمه، الى المركز الاول، الى شعار بن صرود يقدم الصاعد علي بن عبيد بن المصرود الخيالي في مقدمة الشوط وفي البداية الأولى، بينما في المركز الثاني شاهين سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي غير إلى المقدمة تسلل، بينما في المركز الثالث جوال ياتينا مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيسه الاكتفي مع المركز الثالث يتقدم، بينما في المركز الرابع مخباط لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي يتقدم ابو محمد مع المركز الرابع في هذه اللحظات. وخامس المراكز شاهين سالم بن مبارك بن دعفاس الغيلاني ياتي ليحتل المركز الخامس، و1200 عن خط النهاية 1200، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى البداية، إلى المقدمة الأولى في هذه اللحظات. شعار سعيد بن ناصر الدرعي يقدم شاهين في الصدارة، لكن مخباط اللي يتقدم عتيج بن سيف بن حاضر العميمي يا تيب محمد ليبحث عن الانتصار، ليبحث عن الفوز. المركز الثالث هنا القدوم من الصاعد علي بن عبيد الخيالي مع المركز الثالث ورابع المراكز اللي قادم راهي زايد بن راشد بن سعيد المنصوري، لكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى البداية والريادة. وهنا مخباط اللي على المقدمة، مخباط اللي على الصدارة، روح أبو محمد روح مع هذه الانطلاقة، مع هذه الاندفاعة المثيرة، تحركوا في هذه الانطلاقة. وهنا الدرعي مسيطر مع شاهين سعيد بن ناصر الدرعي في مقدمة الشوط، لكن راغب الوصول من الدمنتي أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي. يا سلام يا سلام يا الدمنتي، غير إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول، راح إلى آل السمحة، إلى آل السمحة، لكن هنا قادم راهي زايد بن راشد بن سعيد المنصوري، ولكن الدمنتي إلى آل السمحة. تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بن سالم الرميثي على هذا الفوز اللي حقق الدمنتي لحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني راهي زايد بن راشد بن سعيد المزروعي، المركز الثالث وصل اللي هو مخباط عتيج بن سيف بن حاضر العميمي، المركز الرابع وصل شعار سعيد بن ناصر الدرعي، المركز الخامس كان الوصول من شعار بن سرود الخيلي اللي هو مشاهدينا الاعزاء قدم لنا ايضا بن سرود، نعم اللي احتل المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول إلى خط النهاية بأربع دقائق 31 ثانية. تهانينا والناموس للرميثي على هذا الانتصار.